مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر عن مواجهة المملكة للفساد ينضم معنا من داخل استديو الإخباري المحامي والمستشار القانوني الأستاذ محمد التمياط. أهلا وسهلا فيك، مساء الخير أستاذ محمد. يا هلا، حياك الله. يعني اليوم ودنا نتكلم يمكن قضية مهمة، قضية الفساد. يعني من قبل سنتين إذا ودنا إنه إحنا مثلا نتكلم أو كيف مراحل يعني التدريجية لمثلا القضاء على الفساد، خاصة بعد دمج كمان يعني عدة جهات تحت مظلة واحدة. بالضبط، عشان يعني تكون تحت مظلة واحدة، كلمنا عنها يعني من سنتين وبعد كمان أستاذ محمد. يعني تقريبا احنا خلينا نقول ابتداء مكافحة الفساد تقريبا من اللقاء التلفزيوني مع سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومقولته اللي المفروض تكتب بمعمل الذهب أنه سوف يتم محاسبة أو لن ينجو أي شخص، لن ينجو أي شخص أو كان من كان، سواء وزير أو أمير أو أي مسؤول تورط في قضية فساد وثبتت عليها الأدلة سوف يحاسب عليها. من بعدها شفنا كثير من الملفات فتحت وطبقت يعني جميع الإجراءات عليها. نعم، طيب أستاذ محمد، يعني فعلا هي كلمة أو عبارة يعني صريحة استخدمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقال لن ينجو أحد، لكن اليوم لسه تقول الإحصائيات إنه في من 5 إلى 15% تقريبا سنويا بتروح، هذه كلها بتكون يعني ملف فساد مختلفة في جميع مثلا الوزارات. كيف اليوم نقدر نقول إنه ما توقفوا عن هذا الفساد؟ شوفي، ظاهرة الفساد يعني مشكلة عالمية ما هي محلية، سواء دول متطورة أو دول نامية أو خلافة، لكن تختلف النسب فيها. مسألة القضاء عليها ما تتوقعين أو ما أتوقع إنه بين يوم وليلة، يبغى لها عدة ملفات أو عدة سنوات حتى يتم القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي. لكن حاليا الخطوات اللي جالسة تخطوها المملكة جبارة جدا، وخصوصا لا ننسى احنا انه المملكة يمكن تميزت في هذا الملف انه لا يسقط الحق بالتقادم. نعم. اي بمعنى اي مسؤول او اي موظف حتى لو قبل سنوات، لو قبل 10 سنوات او 20 سنة، المحاسبة بأثر رجعي. اي نعم، لانه يعني هذا ندلدل على النظام المملكة العربية السعودية. نعم. ولله الحمد بناء على النظام الاساسي للحكم مبني على القرآن والسنة والأنظمة التي لا تخالفها. نعم. فكثير نعم. من الدول يكون عندها حق التقادم، يعني لما يرتكب مسؤول جناية معينة ويثبت عليه الشيء هذا يسافر لدولة أخرى مثلا بعد 10 سنوات يسقط عنه القضية فيرجع ولا عنده أي مشكلة. لا، في المملكة العربية السعودية أي وقت أنت ارتكبت هذه المخالفة سوف تحاسب إذا ثبت عليك هذا التورط. نعم. طيب اليوم نسمع مثلا نقول فساد مالي وفساد إداري، يعني أوجه مختلفة للفساد. الأخطار أستاذ محمد في الفساد المالي والفساد الإداري، وأيد فيهم الخطر الأكبر مثلا؟ أوقات تكون مرتبطة ببعضها، لكن خلينا نعرفها. الفساد الإداري اللي لما يجيني مثلا مسؤول من الناس ويحرمني من وظيفة قدمت عليها أنا علشان يجيب قريب له يوظفه، هذا يعتبر فساد إداري. أما الفساد المالي مثلا عقود التشغيل أو عقود الأشغال العامة أو عقود التشغيل والصيانة أو عقود مرتبطة بخدمات المواطنين فيرسيها على شركة أو مؤسسة معينة بسعر معين ويكون له مصلحة، يعني دائما أو تعريف الفساد بشكل عام هو إخضاع المصلحة العامة للمصلحة الخاصة، فأنت وقتها لما رسيت وحصلت على مبلغ مالي من هذا الأمر أو شيء هذا يعتبر عليك فساد. ويكون لي مصلحة معينة من مثلا ترسية هذا المبلغ. إيه نعم، هي أنا قلت لك تعريف الفساد بشكل عام إخضاع المصلحة العامة للمصلحة الخاصة، لما أجي أرسي لشركة غير كفو هذه المناقصة أو هذا المشروع ويثبت بعد كذا فشل هذا المشروع. نعم. بالتأكيد هذا فساد. من ترتب عليه؟ ترتب عليها المسؤول اللي وافق على هذه الشركة. نعم. طيب اليوم يعني مثلا وزارة التجارة بتعمل مثلا تبليغات أو من قبل مثلا مواطن وبتحفزهم ببعض المكافآت التشجيعية للتبليغ، اليوم مدى مثلا وعي المواطن تشوف اللي موجود داخل أرض المملكة العربية السعودية بأهمية مثلا التبليغ، هل تقول أن المجتمع السعودي اليوم وصل لمرحلة عالية من الوعي أنه هو حيتم التبليغ مثلا على الملفات؟ والله حاليا خصوصا مع وجود السوشيال ميديا أصبح المواطن شريك أساسي في عمل كثير من الجهات الحكومية، خصوصا أن الجهات الحكومية سهلت له قنوات التواصل. نعم صحيح، قالت لك تعال أنت شفت مخالفة شفت شيء بلغنا وتابع معانا البلاغ إلى حين انتهاء البلاغ، وخصوصا لما يثبت هذا البلاغ، أنت لما ضربتي مثلا وزارة التجارة لما يثبت أن بلاغك صحيح وطبقت غرامة وعقوبة على هذه المنشأة لك نسبة من هذه الغرامة. طيب وفي حالة كان غير صحيح؟ يعني البعض يخاف يقول لك انا اخاف انه انا ابلغ ويطلع غير صحيح وتتم المساءله علي انا. في شيء اسمه حسن النية، انا احيانا ابلغ اكون انا صغت البلاغ بطريقه معينه مثلا خاطئه، يجون يكتشفون ان البلاغ حقي غير صحيح مثلا،
هل في مساءلة على المبلغ؟ ما راح يسألك خصوصا لما يثبت حسن النية. يعني مثلا أنت اشتبهت في الأمر، أنا مثلا عند مطعم وشفت سيارة جالسة تنزل لحوم مثلا، وقمت بلغت سيارة كذا توقعت طيب مثلا ممكن أحيانا مخالفة. أستاذ محمد تكون من باب مثلا خلينا نقول من باب مثلا دعوة يعني مشاكل عائلية، دعوة كيدية، حقد. هنا يختلف مرابطات وملابسات الأمر. يعني كيف أقدر إنه أنت اليوم مثلا قانوني، كيف تقدر إنك أنت تقيس حسن النية عند الناس؟ زي ما قلت لك ملابسات الأمر، وش مصلحتك من الأمر؟ أنت ناسي من الناس، مريت لقيت مطعم جالس ينزل لحوم، ما لي أي مصنع، مواطن صح ولا لا؟ بلغت. أنا على اعتقاد أو جهل مني ببعض الأنظمة أنه هذه السيارة اللي جالسة تنزل مثلا اللحوم مخالفة أو تخزينها سيء، بلغت الأمانة، جت الأمانة باشرة هذا الأمر واكتشفت لا أن النظامية وكل شيء. وش الإشكالية بالنسبة لي؟ مواطن حاول يتبرع وجهل في النظام مثلا. طيب أستاذ محمد، يعني شفنا كمان قبل شوية كان الدكتور بندر أبو الخيل كان يقول الجهل بالنظام لا يعفي الموظف من المسؤولية ومن المساءلة. يعني كمان اليوم دور الموظف أو وعي الموظف غير المواطن، وعي الموظف هو في المنشأة بمدى مثلا أهمية الالتزام ببعض مثلا الالتزامات أو القوانين الخاصة بالمنشأة. يعني بعض المنشآت ما بتعطيك مثلا كل الشروط والأحكام لها أول ما بيدخل الموظف، مين اللي بيكون محاسب لما يكون هو على غير وعي؟ ما أتوقع أنه في جهل في الوقت الحالي، وخصوصا زي ما ذكرت لك مع السوشيال ميديا ومع المنصات الحكومية والتنويه والأخبار. ما أتوقع كلمة شخص جاهل في النظام نهائيا موجودة، يعني سواء قل احنا التلفزيون او الصحف الرسميه او السوشيال ميديا كلها جالسه تنشر هذه الاخبار وهذه الانظمه، واذا انت موظف في هذه المنشاه كذلك الموارد البشريه بيكونوا مطلعينك على هذا الامر. نعم، طيب اعطينا صور مثلا للنزاهه الوظيفيه، يعني سمعنا كمان مصطلح النزاهه الوظيفيه، ايش تفرق عن او في صور مختلفه للنزاهه في الوظيفيه في الاداريه في الماليه ولا هي نزاهه وظيفيه؟ النزاهه الوظيفيه تندرج تحتها او تنقسم تحتها هي اداريه او ماليه، احنا كما ذكرنا في السابق. يعني بالنسبة للفساد يعني نفسها بس تندرج تحتها، يعني تعتبر هي رئيسية، تعتبر هي المظلة. نعم، لكن بعض الأحيان يعني أستاذ محمد ما بيكون في تركيز على الموظف خاصة الجديد في بعض الوزارات خلينا نقول أو القطاعات الحكومية. القطاعات الخاصة اليوم موظف البنك مثلا خلينا نقول بيدخل على طول بيعطوله الأمور الأساسية وبيعرفوا أنه أنت ما تقدر تأخذ رشوة، بياخذ دورة مدتها مش أقل من أسبوع إلى أسبوعين. نعم، بالضبط أساسيات. لكن اليوم بعض الوزارات بتستقبل الموظف يعتبر هو موظف حكومي، فما يعرف إيش لي وإيش عليه. صح، أنا كما ذكرنا في السابق المفروض أن مقولة سمو سيد ولي العهد اللي لن ينجو أي شخص أو مواطن أو وزير أو أمير دخل في قضية فساد تكون شعار لجميع هذه الجهات الحكومية حتى يطلعون عليها الموظفين. نعم، ويطلعوا عليها الموظفين. إذن شكرا لك الأستاذ محمد التمياط المحامي والمستشار القانوني، أسعدتنا صراحة بالمداخلة وكانت معلومات ثرية عن هذا الملف الصعب. نتمنى إن شاء الله بإذن الله أنه يكون يعني مجتمع خالي من هذا الملف بإذن الله. شكرا لك أستاذ محمد.